عليكم السلام ورحمة الله. الصحة العافية. عافيك. ما تعرف ان هالتوقيت من الساعة 8 مساء ل 6 الصبح في برنامج التعقيم الوطني؟ عارف. شو اللي مطلعنك؟ كنت في المستشفى حاليا ساير اخذ الدوام الصيدلية. زي اخوي ممكن تثبت لنا ان حاضري. تفضل. شكرا اخوي. عفو. الله يحفظك. وياك. خليك في المنزل. يعطيكم العافية.